هذا عازف بدري شهرة كومباس، توفيت أخته في حادث مرور. الطريقة الوحيدة باش يخلد ذكرها أنه يصورها في ذراعه، باش تبقى ديما موجودة، ديما يراها ويتذكرها. حسة الوشم فيها وجيعة، أما كومباس ماهوش حاسس بحد شيء لأنه جيعة اللي من داخل أكبر وأقوى. مهما كان واحد حيطه بشكل الغرب هيك يموت لازم على الناس الكلها. لوشم عرفوا الإنسان من 3400 سنة قبل الميلاد. أجدادنا كانوا يوشموا في الوجه خاصة. كل رسم عنده معنى، القاطع والمقطوع يعني السعادة مثلا، المربع اللوطة يعني الدار، المرأة اللي تلوج على الاستقرار، الهلال يعني الحياة والموت، الانسجام في الدوائر يعني الانسجام في الحياة، النخلة الآلهة الأم، الخط المستقيم الموت والحياة، وبرشا معاني أخرى قد يكونوا أجدادنا يعرفوهم وقد يكونوا ما يعرفوهمش. لوشام ولا موضة ولا زادة استعراض، هذا الرجل اللي تخلي كتاب جينيس الأرقام القياسية أكثر رجل موشم في العالم، رقم قياسي عالمي. كيفاش يتم الوشم اليوم؟ قديش تكلفته؟ يتنحى ولا لا؟ عنده مخاطر ولا لا؟ وعليش ولا الوشم موضة عند النجوم والمشاهير؟ احنا في المرسى عند فواز زهمول، شهرة وشام فوق البحار. بدأ يخدم من عام 2003، واحد من أهم الوشامين في تونس، اختص في تجميل المشاهير والنجوم. مشيت نقرأ انجينيور ديسون، هذا هي قريتي يا لبا، ومشيت نقرأ في المغرب ونعاون في روحي في طرف خدمة منه ومنه، ودخلت نخدم في سونت تاع التواجد تاتو شوب. معناها سيتي با بريفي، ما كنتش نتصور روحي باش نتغرم بالحاجة اللي دخلت نخدم عليها على أساس تبير الراس وبر. وقت رجعت جبت معي طرف ماتريال، اما ما كنتش حاط في مخي راني باش نخدم بيه، معناها جبته على اساس خاطر وقتها ما فماش برشا تتواجد في تونس. حتى كي رجعت العباد وقت تطلب فيا على اساس تتواجد، وانا ماشي في مخي راني زدت انجينيور دو سون. هذاك اللي صار وقتها بارتي من 2010، وقتها وليت قلت باش نعمل كارير بروفيسيونيل، ومعناها وليت انا مش نعمل استاجات لبرا وليت خدمه بليز او موان. الحريف يلزم يصحح العقد قبل ما يبدا العمليه، العقد يتضمن الكبر والموتيف والاجر، وينص انه الوشام ما يتحمل حتى مسؤوليه اذا كان الحريف صارت له اضرار بسبب قله العنايه بالوشم. هذه الممثله ريم البنا اللي وشملها تونس بحذها قلب في يدها بجوز لغات. جلسه واحده دوم من ساعه غير بعد لاربع سوايع حسب كبر الوشم وحسب الشكل. الممثله هنا الفهري كانت زادة واحدة من الناس اللي وشمت عند فواز، اختارت في المعصم تعمل ورد ملون. العملية تبدأ من 130 دينار توصل حتى ل 700 دينار حسب الرسم والكبر. تاتواج يلزم زادة انترتيان واهتمام. فواز فنان ومختص في التجميل، مهمته إرضاء الحرفاء متاعو. فواز عمل ماركة الأحبار خاصة به، وعامل زادة دواء بيو يستعملوا اللي باش يوشم من بعد. الجراحة تظهر معقدة تتطلب تركيز كبير برشا. فنانين الراب معروفين بالوشم متاعهم، نادرا ولا مستحيل باش تلقى فنان راب امريكاني ماهوش عامل وشم. نفس الشيء بالنسبه للموسيقى الروك، جماعه الروك اكثر المستهلكين للفن هذا. الموضه مؤخرا وصلت لنجوم البوب والممثلين السينمائيين. بالعالم العربي من اشهر النجوم الموشمين اليسا، هيفا وهبي، مايا دياب، عمرو دياب، مريم فارس. العملية تبدأ بتصوير المجسم على ورقة سبيسيال، تعقيم اليد ضروري. من بعد يحط الورقة على اليد المعقمة، التصويرة تتطبع في الجلد ببرودوي خاص، ومن بعد الحريف يختار ليباري حسب الخشن والألوان. والله سي تري غولاتيف، معناها بالحق معناها الحكاية الوجاعة، فما عباد عندها كاباسيتي باش تحمل الوجاعة، فما عباد لا. أما أكثر بلايص معروفين يوجعوا عندك لي كوت هما يوجعوا شوية، وعندك توسكي تريسيبس هكايا والبارتي هذايا، فهمت؟ ذكرى ميسام موشمة في كتفها I love my dad، نحب بابا، وعندها في يدها مفتاح السول وفي ساقيها أمبولا روز. الوشم يتنحى وإلا لا؟ ورطة يلزمها تخمام وقرار صعيب وإلا لا؟ هل فما وشم يتنحى فعلا؟ وكيفاش وبقداش الوشم يتنحى؟ قداش مرة نسمع نقول لك واحد باش نحي التتواج ما عرفش يعمل بالماكينه نتاع التتواج يبيدهم يحاول يغطيه بكولور ولا حاجه، هما اللي كولور غامقين راهو صعيب برشا باش تغطى، ديفو باش تنحاو راهو كان لازم كان لازر. الكولور فاتحين، التكنولوجيا اللي عندنا توا احنا في تونس
ما زلت ما يجمش ناحيهم معناها كما الراز ولا الاصفر ولا التسكي مارون ولا دونك ما زلنا ما نجموش ناحيهم في تونس. لوشيم طريقة التعبير عند المشاهير تعبر على مواقف من الحياة ومن الدنيا ومن الناس، هو زاد عند البعض مجرد تقليد وفيس ورسوم سطحية ما عندها حتى معنى غير مجرد أشكال وألوان مطبوعة في البدن وبرشا ممكن يندموا عليها من بعد.